رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في جريده الجمهوريه. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. منورنا كالعاده في كلام في الميديا، واكيد هنتكلم عن اللقاء الاخير للنادي الاهلي، لقاء سان داونز الجنوب افريقي اللي من ساعه طبعا ما كلنا شفناه وتابعناه، وجمهور النادي الاهلي في حاله يعني قد ايه متضايقين ومتعصبين وعندهم اكتئاب، مش طايقين نفسهم، يعني يقول زي ما انت عايز. هو بالتاكيد طبعا النتيجه كانت وحشه جدا، ما حدش يرضاها كاهلاويه كجماهير، حتى احنا كاعلام ما نرضاش، ولكن هي طبيعه المباراه وظروف المباراه أدت إلى النتيجة الكارثية اللي ما كانش حد إيه يتمناها، مش هقول يتوقعها، لا، اللي ما حدش كان يتمناها. طيب بس إحنا عايزين نتكلم إن إحنا عندنا مباراة تانية يوم السبت. طبعًا. إزاي إحنا هنواجه؟ إزاي إحنا هنلعب؟ إزاي إحنا هنؤدي؟ لازم تكون هنا بقى المنطق والعقل والحكمة في التعامل مع المباراة التانية. هل المنطق والعقل والحكمة ممكن يقولوا إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل ريمونتادا يوم السبت اللي جاي ونفوز بأكثر من 5 أهداف؟ طب وليه إحنا نفكر بالتفكير ده؟ ليه ما نفكرش ان احنا نقول نلعب مباراه جيده تعيد روح الفانيلا الحمراء، تعيد لنا كرامتنا، تعيد لنا هيبتنا، قوتنا كفريق كره قدم، ونسيب النتيجه ديت للحظ وللظروف. ما انا ممكن اقدم مباراه قويه جدا وما اجيبش اهداف، وممكن اقدم مباراه عاديه جدا واجيب الاهداف اللي انا عايزها. ولكن هنا الربط لابد ان يكون نلتزم فيه بالحكمه، بالمنطق، بالعقلانيه الشديده. ما اديش ضغوط على اللعيبه، اجي اقول ان لعيبه الاهلي مطالبه ان هي زي ما جه فيها 5 أهداف يجيبوا 10. لا، ده مش منطقي نهائيا، ومش ده مش كره قدم. ده بيورينا احنا لسه في مرحله ما وصلناش للتطور الحقيقي في كره القدم اللي وصلت ليه افريقيا. إنها بتتعامل بهدوء، بهدوء شديد جدا، ولازم أكون أنا هادي في هذه المباراة، أدخل المباراة دي وما عنديش أي تفكير في النتيجة. يا ريت اللعبة دي تنسى تماما فكرة ال5 أهداف اللي جت فيها وتقدم عليها والنتيجة تطلع كويسة إن شاء الله. إنما بالضغوط اللي احنا فيها حاليا، لا، أنا مش هتفائل خير في مباراة السبت، بالعكس هتكون في عواقب وخيمة جدا، لأن الفرقة التانية جاية محضرة نفسها إن معاها 5 أهداف، تجيب جون يبقى أنا عايز 7، تجيب جونين يبقى أنا عايز 14، لا، الكلام ده ما ينفعش. الكلام اللي لابد إن النادي الأهلي يتعامل مع المباراة كمباراة عادية جدا جدا، يعتبرها مباراة ب3 نقاط، ونكسب ونعيد الثقة لنفسينا بفرق أهداف معقول، إنما ما أخسرش أو ما تحطش تحت ضغط وتوتر. لأن كل ما الوقت هيعدي كل ما هتزداد الضغوط على اللاعبين، على الجهاز الفني. الحتة اللي بتكلم فيها ومهمة جدا، هو عدد أهداف سان داونز اللي دخلوا في النادي الأهلي كان مدتهم الزمنية قد إيه؟ 18-20 دقيقة اللي جابوهم. يبقى أنا برضو أحط في بالي إن أنا قدامي 90 دقيقة أقدر أعمل فيها كل فنون الكورة إن أنا أكسب، بس ما احطش النتيجه دي كمقياس نهائيا. اذا حدثت احنا بنقول المهمه صعبه جدا بس مش مستحيله. صحيح. ان لعيبه الاهلي ينفذوا الطريقه المثلى والجيده في المباراه باذن الله نعود مع وجود الجماهير. وبرضه عشان نتكلم في نقطه مهمه عشان ما ننساهاش، موضوع الجماهير. بيقول لك شفتوا الجماهير هنا كانوا قد ايه وهنا قد ايه؟ لا، انا يكفيني 1000 متفرج بيحبوا النادي الأهلي وبيحبوا فريق الكورة، حناجرهم هتكون قد 20 و30 ألف متفرج. وإنما دول يدوا الدفعة للاعبين. أنا مش هنزل 10,000 أو 30,000 متفرج جوه الملعب يلعبوا، لا، احنا قدامنا لا، بس اكيد طبعا عامل الجمهور ده مهم جدا جدا، ويمكن هو اللاعب رقم واحد زي ما بنقول دايما. نعتبر ناقص 10 لعيبة كمان معاهم. إذا كان الجماهير هي اللاعب رقم واحد، ناقص 10 لعيبة كمان معاه. لا، إحنا لازم بص نتعامل مع واقعية، نتعامل هنفترض إن أنا ما خسرتش 5، خسرت هناك 1-0 وجيت اتعادلت تاني، خرجت من البطولة برضه. أنا عايز الفكر يعني يتطور يا جماعة، إن إحنا ما نقعدش نتكلم. جمهور النادي الأهلي كان صعب عليه إن هو بس يستقبل فكرة إن الهزيمة وبخمس أهداف نظيفة، الموضوع كان صعب برضو على جمهور النادي الأهلي، مش متعود على كده. لا، مش متعود على أداء اللاعبين.
ده مش يوم الاهلي ما راحش جنوب افريقيا، ده مش يوم النادي الاهلي ابدا، هو ما راحش يمكن لو الماتش ده تعاد مليون مره مش هتحصل النتيجه، احنا احنا متاكدين من هذا الكلام. ولكن دلوقتي يا جماعه عايزين نفرق، احنا بنتعامل مع واقع، بنتعامل مع نتيجه حدثت بالفعل ان احنا خسرنا بخمسه اهداف. لا انا عايز العب يوم السبت ان احنا ما لعبناش المباراه دي خالص ونقدم ادائنا، نكسب واحد نكسب اثنين نكسب ثلاثه نكسب 100، يبقى احنا بنؤدي بالشكل اللي يتناسب مع شكل واداء وقيمه ومكانه النادي الاهلي. صحيح. والبطوله الافريقيه دي ما هيش اخر بطوله للنادي الاهلي ولا اول بطوله، اما انا خسران بطولتين قبل كده. صحيح. احنا عندنا احنا يا جماعه احنا قلنا في البدايه، وانا يمكن في حلقه من الحلقات اللي كنت مع حضرتك فيها قلت لك هذا الموسم استثنائي، وهذا الموسم الاستثنائي لازم اقتنع تماما ان انا معرض لاي شيء، باستثناء عشان نقفل على الموضوع ان انا اخسر بهذه النتيجه. صحيح. الكبيره. صحيح. هي فرقت ايه لما الاهلي خسر من الاتحاد 4-3 عن الخمسه؟ لا ده فرق كتير. ازاي؟ لا انا بتكلم على الاربع اهداف اللي جم فينا. فرقت في جون؟ لا بتكلم على الاداء جوه الملعب، الموضوع ما هو ده بقى اللي انا عايز اختلف. ايوه انا جاي اتفق معاكي بقى. اختلاف هنا ان نتيجه 4-5-6 كلها خسائر، ولكن الاداء لابد ان هو يتطور يوم السبت في وجود الجماهير واقنع جماهيري بعيدا عن النتيجه. انما لو انا فكرت في خمسه هتلاقي في استعجال، في تسرع، مش عارف اجيب اجوان، ممكن يجي فيا جون، لا في احباط، ده في النهايه اللي هيكون. صحيح. في احباط. صحيح. انما الاهلي كبير ومكانته كبيره ولابد ان نتعافى بسرعه، ما نتوقفش عند هذا. يعني المباراه دي مش هي المباراه اللي انهت على الاهلي. طيب الناس كلها بتتكلم عن مباراه سان داونز الجنوب افريقي اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، وعن النادي الاهلي ممكن يعمل ايه، وممكن نعمل معجزه، ممكن نعمل ريمونتادا، ممكن نعمل عوده تاريخيه. محدش بيتكلم بقى عن مباراه بكره اللي هي بالنسبه لي انا من وجهه نظري الاهم، يعني مباراه مصر المقصه في مشوار النادي الاهلي ان هو يفضل محافظ على اللقب، لقب الدوري المصري ممتاز، اللقب ال 41 في تاريخه النادي الاهلي اللي عنده 40 لقب دوري. يمكن ال 40 لقب دوري ده في المقابل فيه 20 او 19 بس لقب لكل الانديه اللي شاركت في الدوري المصري الممتاز قبل كده. انت فتحت نقطه خطيره جدا وبالمعنى الاشمل والاعم ان انا بقول ان انا افكر في البطوله المحليه دلوقتي. يعني انا بكره انا كل ما اخشى ان المدير الفني لسارتي يلعب بمجموعه غير المجموعه اللي هتروح تلعب عشان يحاول يريحهم للمباراه، يريح إيه؟ ما هي دي الازمه. ما دي الازمه اللي احنا بنتكلم فيها. انت تبص لكل فرق العالم، نيجي نتكلم على برشلونه، مجموعه ال 15 16 لعيب المدير الفني بيلعب بيهم لحد الان، ما بيغيرهمش، والله لعبوا ماتشين في الاسبوع ثلاثه هم إيه. بنتكلم على اليوفي، بنتكلم على ريال مدريد حتى اللي نتائجه وحشه جدا، اتكلم على البايرن، بروسيا دورتموند، اي فرقه في العالم. ايوه بس احنا تشكيلة للاسف بقالنا ثلاث مواسم بنلعب ورا بعض. طب هنعمل ايه؟ طب الحلول ايه؟ هتنسحب من البطولات؟ عمرنا ما هننسحب. احنا عايزين نتكلم بصراحه وبوضوح. هنا لابد ان يكون الاستقرار وتثبيت التشكيل. ما هو انا لعبت مباراه الاتحاد كسبتها 2-0 في الوقت بدل الضايع، ورحت سان داونز بلعب لعيبه جديده جدا. تصدقيني او تصدقي يعني مين؟ حضرتك مش مع فكره التدوير؟ لا نهائيا طبعا، وده كلام ما بيحصلش في ما بيحصل العالم كله، الا لو كان لصرتي بيتملى اسماء اللاعبين اللي هيلعبوا. ما اظنش ان ده بيحصل. لا انا ما اعتقدش طبعا. انما اللي بتكلم انه لا مش في قوه المديرين الفنيين الاجانب اللي جم للنادي الاهلي وادوا مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا. انما انت بتتكلمي انا عايز اقول لك برضه ان برشلونه مثلا في اخر كام ماتش في الليجا الاسبانيه ما كانش بيبدا بميسي لانه كان مصاب او كان مجهد وكان لا 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 لا, 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 لا استحاله. لا هو كان بس تجهيزا لمباريات اوروبا. لا انا اللي بتكلم عليه هو برشلونه كان بيغير لعيب واحد، احنا كنا مغيرين ثمانية. بس مش القضيه عندي مش في كده، انا اللي بتكلم ثبات التشكيل هو ثبات النتائج. الاهلي النهارده اصبح بيلعب على بطوله الدوري اقترب كثيرا جدا منها، وفي البطوله الافريقيه لعب مع سان داونز. هقول برضو حاجه، انا مش يعني انا هو الكابتن محمود الخطيب لما قعد مع اللعيبه والجهاز الفني بالامس كان قاعد بيقول لهم ايه؟ كان بيتكلم على ان دي مش روح النادي الاهلي. هل رئيس النادي بيقول دي مش روح الاهلي ولا ده اداء الاهلي؟ هنيجي احنا نقول لا دي هي الروح وهو ده الاداء؟ لا مش هنختلف.
انما احنا لما بنيجي نقول ان في عندنا مشاكل، لما بنقول ان عندنا امور لابد ان تتبدل وان تتغير. طيب خلينا نتكلم عن جمهور النادي الاهلي وعن رد فعل جمهور النادي الاهلي بعد اللقاء او بعد الهزيمه بخمس اهداف نظيفه، وكمان عن رد فعل لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اللي طلعوا واعتذروا عن الاداء او عن يعني اللي حصل في مباراه سان داونز الجنوب افريقي. لا، بالنسبه للاعبين مهما اعتذروا هم بيتحملوا عبء كبير، هم مطالبين في التوقيت الحالي اللي احنا فيه ان يكون رد الاعتبار يوم السبت. رد الاعتبار اللي بنتكلم عليه نتيجة طيبة وأداء طيب يعيد قوة الأهلي عشان يسترد بيه ما فقده في مباراة سان داونز الأولانية. أجي أتكلم عن الجماهير، هي الجماهير دي بقى لا حول ولا قوة لها، زعلها كان جامد جدا، جماهير بكت وفي جماهير غضبت جدا لأنها لم ترى فريق النادي الأهلي جمهور نهائيا. الأهلي يعني حضرتك لو بتبص على الفيديو اللي قدامنا ده، جمهور الأهلي واثق فيكم 6-0 سهلة عليكم، دي رسائل جمهور النادي الأهلي اللي تواجد في مباريات الطايرة رجال المقامة حاليا في النادي الأهلي في صالة عبد الله الفيصل. يعني الجمهور عنده ثقة كبيرة وعنده أمل كبير جدا. هو الجمهور ده بيعمل كل حاجة، الجمهور ده بيحرك اللعيبة كويس جدا. احنا ودي قضية خطيرة جدا من يوم الملاعب ما أغلقت عنها الجماهير، ومستوى الكرة عندنا مش في الأهلي بس، في كل الأندية بيقع مننا حاليا. انما النادي الاهلي نادي، انا بعتقد يعني ان جمهور الاهلي لابد من المصالحه، وجمهور الاهلي مش طماع ان هو ان شاء الله نكسب وندي اداء كويس وما بصش على السكور دلوقتي. انا اسيب على الاداء بتاعي هو اللي يحدد نتيجه المباراه. صحيح. وان حدث والاهلي فاز زي ما قلنا بنتيجه عاليه، يبقى ديت نقدر نقول الاهلي قاهر الصعاب والمستحيل. طيب احنا اطلقنا هاشتاج جمهوركم معاكو على تويتر، فسريعا كده نشوف جمهور النادي الاهلي بيقول ايه لفريقه. ايمن بيقول خلينا نتكلم في الواقع، مستحيل الاهلي يعمل ريمونتادا بس نقدر نعمل ماتش كويس نكسب على الاقل 3-0، بس اهم حاجه التركيز. كمان علي بيقول او محمود بيقول لا نطالب بالفوز ولكن نطالب بحفظ ماء الوجه، هزيمه مذله للاسف لكن لازم نكسب 4-0 الاهلي في القلب. كمان اسامه قال الاهلي يقدر باذن الله ان هو يغلب سان داونز 6-0 ولكن محتاج عوده الروح والتركيز في المباراه، واكيد ما فيش حاجه صعبه والدليل برشلونه قدرت ان هي تتخطى باريس سان جيرمان بعد ما اتغلبت بالاربعه. طبعا اكيد فاكرين كلنا اللقاء التاريخي ده. كمان عبد الله المصري بيقول على هاشتاج جمهوركم معاكم، بيقول وراكم ومعاكم. كمان احمد عابد بيقول العب برجوله وموت على الكوره، اثبتوا ان الاهلي طول عمره فريق عظيم. برضو عبد العظيم بيقول عبد العظيم عامر او عادل بيقول ريموتادة الاهلي التاريخيه امام سان داونز، الاهلي يقدر، الاهلي تاريخ، الاهلي علمنا لا يوجد مستحيل قدها يا اهلي. ودود كمان محمد اشرف بيقول 2000 اهلاوي على الهاشتاج، واكيد الاهلي يقدر. روزا بتقول يلا يا اهلي. كمان نوران بتقول مبسوطه جدا ان في مشاركات من البنات الاهلاويه، بيقولوا نحن نثق دائما في الاهلي، قاتلوا لاخر نفس فيكم لرد اعتباركم، لو ما قدرناش نعملها يبقى على الاقل نخرج خروج مشرف بعد قتال. مصطفى كمان بيقول يستطيع اي شخص صنع التاريخ ولكن الرجل العظيم هو من يكتبه. وطبعا بيقول كمان الساحر مانويل جوزيه كل سنه وانت طيب. احمد بيقول ثقوا في الاهلي، هو الشيء الوحيد في مصر اللي يستحق الثقة. طبعا رسائل كتير جدا جدا من جماهير النادي الأهلي على الهاشتاج اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، جمهوركم معاكم. أستاذ أسامة حضرتك شايف بقى ردود أفعال الجمهور ما بين المتفائل قوي وما بين اللي مش طالب بس غير ان احنا نقاتل في الملعب ونخرج خروج مشرف بعد القتال؟ لا، دول ناس واعيه وفاهمه كويس، نفس الكلام اللي احنا قلناه. انا بس انا نصيحتي وبقولها وبوجهها، اذا كانت لعيبه النادي الاهلي ما تفكروش في النتيجه، فكروا في الاداء والعبوا.
وربنا يكرمنا ان شاء الله. الاهداف هتجيب اهداف. التفكير في النتيجه والتفكير ان احنا لازم جدا. ست اهداف لا هيتعبنا ده اكيد هيخبط اللعيبه في وسط المباراه. يمكن لو عدى الشوط الاولاني من غير مثلا ما يسجلوا ثلاثه هيقولوا لا ما كده خلاص احنا بنلعب على الفاضي مثلا. قلت لحضرتك الخمس اهداف اللي احرزهم سان داونز كان في 18 ل 20 دقيقه حتى لو الشوط الاولاني عدى. صحيح. انا ما اديش الاحباط وادي الياس للاعبين، انا ادي اداء كويس. اصل انا بسمع مثلا وانا جاي في الطريق يقول لك اصل لازم اول 10 دقايق نجيب جونين. هتلاقي واحد تاني داخل بنفس الكلام لا في اول 10 دقايق لازم نجيب ثلاثه. هتقعدي تحسبي كل 10 دقايق ثلاث اهداف يعني هنطلع ايه كسبان 20-0 بقى ولا 22. لا الكلام مش كده، احنا لازم نقول الجمهور ده متعاطف جدا مع الاهلي وده جمهور بيحب الاهلي. صحيح. ودي الميزه اللي في الاهلي، ما هو البطل، هو انت جمهوره دايما في ظهره. هو انت هتحدفي الشجره المثمره ليه؟ مش عشان تنزلي منها الثمار بتاعتها والفاكهه بتاعتها. اكيد. هو الاهلي كده وده حظه وده نصيبه. ان شاء الله احنا عندنا المقدره ان احنا نؤدي مباراه جيده، ما نتسرعش يا جماعه، نلعب على قد وحدود اللي مطلوب منا. ليه بقى؟ لان انا بلعب فريق محترم، المحترفين اللي فيه من اقوى المحترفين في القاره الافريقيه. صحيح. ادائهم في الكوره جميل جدا. عندهم حارس مرمى على اعلى مستوى. صحيح. عندهم خط دفاع متزن حقيقي، ما فتحش المباراه زي ما احنا فتحناها. فما نجيش بقى ان احنا نلعب على اوتار الجماهير وجماهير هتقف وهتعمل. لا ده انا هادي المباراه باذن الله على اعلى مستوى واسيب النتيجه دي في علم الغيب وعند المولى، وان شاء الله هتكون كويسه جدا للاهلي باذن الله. ان شاء الله. يمكن اخر كلام وصل لنا واخر قرارات اتخذها الامن بحضور 30,000 مشجع اهلاوي على ملعب الجيش في برج العرب. 30,000 مشجع اهلاوي اكيد يقدروا يعملوا فرق كبير جدا، وحضورهم بس في حد ذاته فاكيد طبعا ده بيدي دفعه معنويه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي، مش بس في البطوله الافريقيه ولكن كمان في مواصله المشوار نحو اللقب ال41، اللقب المحلي، لقب الدوري المصري الممتاز. وكمان الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان كابتن محمود الخطيب بيحاول برضه ان هو يزود ال 30,000 مشجع. انا كنت عايز اقول على الحته الثانيه دي، لان فعلا رئيس النادي الاهلي بيعمل محاولات مع الامن من خلال، ودي حقيقه لازم تقال لاتحاد الكوره وللعميد ثروت سويلم، انه من امبارح فعلا اعاد الملعب لاقامه المباراه عليه، لان الملعب ده كان هيغلق لمده شهرين. صحيح. ده الحق بقى يتقال. وهم اللي كلموا الامن على اساس دخول 30، وان شاء الله انا على بكره هيكونوا 40,000 متفرج باذن الله. الحاجات دي لازم تدي للعيب الاحساس والشعور، انا بسهل لك كل حاجه، انا بذلل لك كل حاجه، انا جايبك في اعظم نادي. ده بالنسبه ليا طبعا، بالنسبه ليا ان ده الاهلي ده اعظم نادي بالنسبه لي، انا حر في كلامي طبعا. هو اعظم نادي بالتاريخ وبالاحصائيات وبالارقام وكل حاجه. انت لازم تحس، لازم ده بقى اللي انا عايز اديه للعيبه، لازم اشحن، ما تخرجوش الناس دي زعلانه. انا مش هطلب منك 5 أو 6، ده الكلام اللي لازم يتقال. انا بطلب منك اداء جيد ومباراه جيده، بالتاكيد ربنا هيكرمنا وهنكسب. اصعد بقى ما اصعدش اقول قدر الله وما شاء فعل في الاخر. انما ايماني بالله كويس جدا، وده دي اللي يعني الاحاسيس اللي لازم يعني تملى صدور لعيبه الاهلي. اكيد. بالتاكيد لو احنا اشتغلنا معاهم صح بهذا الشكل، انا بقول لك باذن الله جماهير الاهلي هتكون سعيده بفرقتها. انما في نقطه انت سالتيني فيها وما اتكلمناش فيها. احنا قاعدين نتكلم على مباراه سان داونز ومتناسيين مباراه بكره. الصلح الحقيقي للاهلي يبتدي من مباراه المصر. طبعا. مع الاحترام الكامل للمصر. ما انت ما احنا احباط هيجيب احباط. والفوز دايما بيجيب فوز. انما تفاؤل بيجيب تفاؤل والانتصارات بيجيب انتصارات. لازم يكون البدايه من بكره ان انت تأدي مباراه قويه قدام فريق محترم، وعلى فكره انا عندي المقص اقوى من صن داونز. ولذلك احنا باذن الله لو الاهلي كسب بكره اتصور ان مباراه صن داونز هتخف من على يعني من ذهن اللاعبين بنسبة 30-40%. صحيح. فأنا لازم يعني ما فرقش ما بين البطولة دي والبطولة دي، والعب بالتشكيلة اللي هتلعب قدام سان داونز هي اللي تلعب بكرة قدام المقص. وده رأيي أنا فقط لا غير. لو كمان اتكلمنا عن مباراة سان داونز أو عن فريق سان داونز، شفنا طبعا أنه هو فريق منظم وفريق قوي جدا طبعا وفريق مميز جدا بصراحة، وده كان واضح جدا خلال اللقاء اللي فات.
الفريق ده وصل النهاردة الصبح يعني داخل معسكر مغلق قبل اللقاء بخمس أيام، واضح إن هو مركز قوي وعارف إن النادي الأهلي يعني الهزيمة اللي تعرض ليها دي مش هتعدي كده مرور الكرام، وأكيد النادي الأهلي هيستعد كويس جدا للقاء القادم، فهم كمان بيستعدوا بقى. أولا فريق سان داونز المفترض إن هو يكون وصل النهاردة، هو وصل بالفعل، يبقى بيجي الساعة 9 الصبح زي موعد عودة فريق الأهلي. فريق سان داونز احنا لو اتفرجنا عليه امكانياته كويسه جدا، اداؤه سهل ممتع، واستغل شويه الكسل اللي كان فيهم النادي الاهلي واستطاع انه يحرز الاهداف في المباراه، بس هو عنده احسن من كده كمان. صحيح، الفرقه دي هتتفرج عليها لما يحصل عليها الضغط، هتتفرج على نقل الكوره على مستوى المدافعين. لا هم ما ارهقوش في مباراه الاهلي نهائيا، صحيح كانوا منظمين جدا، غير النظام ان هم كانت عندهم الاستعدادات الفنيه ان هم يعملوا المباراه المباراه كانت سهله. صحيح، احنا ما اتكلمناش احنا ما اتكلمناش كمان عن اسباب ظهور النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك بالشكل ده. يعني احنا شفنا النادي الاهلي ده مش النادي الاهلي، احنا لا عارفين نقطع كوره ولا عارفين نمسك كوره، كان في حاجه غريبه جدا، مش عارفين نتحرك في الملعب، ده حقيقي. ما هو ده كان في حاجه غريبه جدا. لا مش حاجه غريبه، لا دي الاسباب، الارهاق، الارهاق وتوالي المباريات. صحيح، لان قبل ملعب مباراه سان داونز دي عشان احترم هذا الفريق. استاذ ما ينفع نرجع نتكلم بعد الفاصل ده عن اسباب الارهاق من وجهه نظر حضرتك باستفاضه، لكن بعد الفاصل. ورحله مباشره ما بتتحركيش فيها، يعني قاعده في الطياره من ساعه ما تركب لحد ده كده، يعني الرحله المسهله. ده احنا بنتكلم ده دي اقل وقت زمني. صحيح، لا تعالى نتكلم بقى، هو الاهلي مش لعب مع الزمالك على ملعب برج العرب في بركه الميه اللي كان فيها. صحيح، المجهود اللي بيتم في هذا في المباراه دي بيبقى وبعدها بيومين كمان، لا مجهود مضاعف. ده مجهود يعني بيدي من ضعفين لثلاثه. هو الارض الرجل اللي بتصطدم بالطينه وبالميه مش رد فعل، وفي احتكاك وفي وفي واجي العب بعدها بثلاث ايام اربع ايام مع الاتحاد في نفس الملعب، وان كان يعني اخف وطئه من المباراه الاولى، ولكن هناك برضو كان في ميه موجوده وكان في زحلقه للاعبين. كل دوت انا ما عملتش حسابه ازاي، فده خطا اداري من عندي. كان يجب ان انا اقول لا مش هلعب الملعب ده بالشكل ده، بس ده ما كانش ماتشنا، ما كناش نقدر نعمل كده، وبعدين ده كان قرار امني يعني احنا ماشي مش اكيد اكيد هو قرار يعني لما فرقه بتاجل مباراه كان قرار امني، والفرقه اللي مش قادره تاجل قرار امني. لا انا كان عندي ان انا اروح مثلا ملعب تاني زي حرس. احنا بنتكلم عن اسباب الارهاق، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ اسامه، يعني كان في محاولات كتير جدا ان احنا ما نلعبش على الملعب ده على ملعب برج العرب، لكن للاسف القرار ده ما كانش في ايدينا، واكيد انا متاكده ان هو لو كان في ايدينا ما كانش ابدا لعبنا ولا ما يدخل ان هو يساعدنا في حاجه زي دي. طيب لعبنا ولا ما لعبناش؟ لعبنا. خلاص انا بتكلم على الاسباب، انا مش بقول ان احنا ما لعبتش ودي كانت هتفرق مع، لا انا بقول ان من الاسباب ده انا بتكلم على الايجاد والارهاق. اضافه لسبب مهم جدا، تغيير من 7 لـ 8 لاعبين ده وحش جدا جدا جدا، ما ينفعش. الكيان لما باجي اغير بغير مكان او اتنين او ثلاثه، وثلاثه بنقعد نقول عليه كتير جدا، انما حاجه اقول اسباب تخاذل اللاعبين. في لعيبه كانت مرهقه مش قادره، مرهقه مش مركزه، مش متخاذله، هتركز فيه. لعيب بيبقى يمكن عايز ينام وهو جوه الماتش، مش قادر، لعيب مش قادر يدي، ما عندوش الدفعه. الحته الثانيه بيتفرج على جماهير في المدرجات بتهز الملعب كله، بس المفروض ان لعيبه النادي الاهلي متعودين على حاجه زي دي. متعودين على ايه؟ على وجود جماهيري، على فين؟ طب ما تثبتي لي كده الجماهير دي بنشوفها فين؟ ال 10,000 متفرج اللي بناخدهم بالعافيه، ولا ال 15,000 دي يوم ما زود، ولا ال 30,000 بعد ما وقعت؟ انت بتتكلم على 30,000 أو 40,000 بعد ما وقعت، انما ال 30,000 أو 40,000 دول لو كانوا في مباراه رسميه كنا حققنا نتيجه احسن. احنا بنتكلم على اسباب كتيره. صحيح. الحته الثانيه انت بتتكلمي عن ملعب بقى بتاع سان داونز دون، ملعب سان داونز اللي بنتكلم عليه من احلى الملاعب في جنوب افريقيا، والجماهير وتشجيعها على فكره جمهوره مثالي جدا، ما عندهمش الفوضى ولا عندهم التهريج ولا الكلام اللي بنشوفه عندنا هنا. جماهير بتتابع كرة القدم جيد جدا وبتساعد فرق. لو اتكلمنا بقى بعيدا
عن لقاء النادي الاهلي بكره ان شاء الله في الدوري المصري الممتاز قصاد مصر المقاصه باذن الله. اللقاء بكره ينتهي بالفوز وبحصد 3 نقاط ان شاء الله. اللقاء ده هيكون بكره الساعه 8 مساء على ملعب بترو سبورت. كل التوفيق لفريقنا باذن الله. ان شاء الله بعديه هيكون لقاء النادي الاهلي برضو على ملعب الجيش في برج العرب يوم السبت القادم في مباراه سان داونز الجنوب افريقي باذن الله. نقدم اداء مشرف حتى لو لا قدر الله خرجنا من البطوله نخرج برضو باداء مشرف لان هو ده اللي متعودين على النادي الاهلي ان احنا نشوفه بالطريقه دي. طيب بعيدا بقى عن النادي الاهلي وعن المباريات القادمه احنا داخلين طبعا على حدث مهم جدا وهو قرعه دوري او كاس الامم الافريقيه 2019 كان 2019. القرعه دي ان شاء الله هتقام يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله تحت سفح الاهرامات. شايف استعدادات مصر ازاي للقاء الهام او للحدث الهام ده؟ لا انا شايف حاجات وامكانيات هتفوق التصور والخيال. هنتفرج على قرعه عالميه وعلى مستوى عالمي كبير جدا. بعيدا اللي بتعرضه السوشيال ميديا لا هي مش مقربه من الفكره. الفكره الاحتفالات دي ان شاء الله باذن الله على مدار يعني احنا قلنا في حدود 141 دقيقة محسوبة. احنا في الجمهورية بكرة كاتبين حاجة عن هذا الموضوع ان بنقول في 141 دقيقة دي الاحتفالية الكبيرة بإذن الله بتاعت قرعة كأس الأمم الأفريقية بحضور ضيوف على أعلى مستوى سواء المستوى السياسي والمستوى الرياضي. بنتكلم عن رئيس الاتحاد الدولي موجود، بنتكلم عن الأغنية وعن الفولكلور وبنتكلم عن التراث، بنتكلم عن حاجات كتير هنشوفها في القرعة دي مع نجوم عالمية بإذن الله. بإذن الله. طيب نرجع سريعا كده لهاشتاج اللي أطلقناه من شوية، هاشتاج جمهوركم معاكم. زيزو بيقول فكرة وجماعتنا أساسا هي الانتماء. محمد عبد الرحمن بيقول الأهلي يقدر. شريف سليم بيقول الأهلي يقدر، جمهورك في ظهرك. كمان وليد شاكر بيقول عشان نحط النقط على الحروف، المباراة هي مباراة رد اعتبار مش فكرة تأهل خالص، احنا اكتر منطقية وعقلانية. ده كان وليد شاكر. اما بتقول شفتونا على المرة معاه، مش بس اغاني، النادي الاهلي اسمي وعنواني، روح الفانيلة الحمراء اوعوا تنسوها، لون الاحمر هو رمز البطولة. كريم محمد بيقول جمهوركم معاكو. كمان سهيلة بتقول انت بتلعب للأهلي، ما تفكرش في عدد أهداف، فكر بس ترد في الملعب على المتطولين، خلي عندك روح وقاتل، اياك تنسى روح التيشيرت، جماهير الأهلي وراكو، هاتوا حق ناديكو. مودي كمان بيقول جمهوركم معاكو. عزمي فهمي بيقول معاك يا أهلي على الحلوة والمرة معاك، ويوم ما هبطل أشجع هكون ميت أكيد. حسين عبد الحارس بيقول مفيش غيرك نشجعه ولا غيرك بيفرحنا يا أهلي. رجب رمضان بيقول الأهلي فوق الجميع، وإن شاء الله نادي الأهلي هيقدم مستوى كويس، وبإذن الله هنصعد من مباراة سان داونز، أنا عندي ثقة في الفريق. وكمان بيقول انه بكره اهم مباراه، بكره مباراه مصر المقاصه. يعني جماهير النادي الاهلي كالعاده بتدعمه، كالعاده في ظهره. ويمكن شفنا بعض الجماهير متضايقه بعد اللقاء، بعد لقاء سان داونز، وبعد طبعا النتيجه اللي من وجهه نظرهم كانت مخذله جدا بالنسبه لهم. لكن بعد كده على طول الجمهور ابتدى بقى يفوق ويرجع لطبيعته ويرجع يقف في ظهر النادي الاهلي. احنا بنتكلم على الاهلي، ده اهل القمه، والوصول للقمة دون بيبقى شيء سهل جدا جدا، المحافظة عليه هو اللي صعب. جمهور متعاطف، جمهور بيحب ناديه وعنده الاستعداد ان هو يقف ويدعم فريقه، وان شاء الله يا رب تتحقق نتيجة كويسة. يا رب يتأهل الأهلي. اتحدى درس وتعلمناه وباذن الله اللي جاي هيكون احسن بكتير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اسامه صقر نورتنا النهارده في كلام في الميديا كالعاده، بتنورنا في قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معنا. انا المتشكر جدا، وباذن الله خير، باذن الله خير ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز الساعه 8 مساء على ملعب بترو سبورت. كل التوفيق باذن الله لفريقنا انه يواصل في مشواره للحفاظ على اللقب ال 41 في الدوري المصري الممتاز. وان شاء الله السبت القادم لقائنا مع سان داونز الجنوب افريقي باذن الله نقدم مباراه تليق باسم النادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.